السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل لمن جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. أحبائي الطلبة، دي آخر محاضرة هعملها للجراحة السنة دي لسنة 21، عشان أنا تقريبا يعني تعبت خلاص. أنا بقالي تقريبا 12 شهر أو 14 شهر بعمل في البرزنتيشنز والصور اللي أنا بجيبها لكم دي، فالصراحة صحتي اتدهورت قوي من كتر قعدتي على المكتب 8-10 ساعات في اليوم، والعضلات بتاعتي ضعفت وظهري تعب وكده هون، فمش هقدر أألف جراحة تاني و أسجل تاني في الفترة اللي أنا تعبان فيها دي. لازم بقى أبص لصحتي شوية، هاخد أجازة كده لمدة شهرين، أحاول أعمل علاج طبيعي لظهري ولنفسي كده، وأحاول أقوي عضلاتي، وأحاول يعني أسترد شوية من صحتي كده، ولو ربنا كده هو يعني إداني الصحة كده ممكن أبتدي أعمل بتوع سنة ستة جداد بقى 3-4% اللي باقيين من المنهج، لأن أنا دلوقتي كده هو أنا عملت لكم تقريبا فوق 95% من المنهج النظري بتاع الجراحة، فيعني خلاص صحتي مش قادرة تجيب، فلو ربنا اداني الصح بقى كده ونكمل الباقي كده 5% دول ولا 4% دول من المنهج لبتوع سنة 2020 بإذن الله. وإن شاء الله كده هو جود لك. الناس اللي عندها امتحانات والامتحان هقرب وبتاع، ما تعتمدش عليا في أي حاجة جديدة، ماشي؟ عندنا النهاردة يا جماعة آخر موضوع بقى في السيزون دون، الكونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوز. الكونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوز يا جماعة دي طلعت نزلت، ما هي إلا بايروريك ستينوز زي اللي كنا خدناها زمان في البيبتيك ألسر، بس إن بايروريك ستينوزس يحصل بقى في طفل لسه مولود، فتبقى دي اسمها كونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوزس. الانسيدنس بتاعها لو جه لاي جراح طفل لسه مولود وبيرجع باستمرار، احنا كجراحين على طول بنفكر في الكومن ستوكوز الكونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوزس، لان ده اكتر حاجه بتقابل الجراح في السيرجيكال براكتس بتاعته بالنسبة للبرزيستنت فوميتنج النيولي بورن. طبعا في أسباب تانية للفوميتنج، بس الأسباب تانية للفوميتنج هتكون أقل، ديودينال أتريزيا، فولفلاس نيوناتورم، انتسسبشن، حاجات زي كده هو ممكن، بس الكومن ستوكوز هنفكر الأول في الكونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوز. بتحصل الحكاية دي تقريبا في طفل كل 400 طفل سليم اتولد، فكل الطفل كده هو مولود حي كل 400 تبص تلاقي تقريبا في واحد عنده كونجينيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوز، ودي كتير بتحصل اما يكون ده اول بيبي في هذه الاسره في الفيرست بورن انفانت، والميلز اكتر من الفيميل، تقريبا نسبه الرجال للستات 4-1، واحتمال يقول لك الأم أو الأب كان عنده الحكاية ده هي، فقد تكون فاميليال. الحكاية دي بقى سببها إيه؟ طبعاً إحنا عارفين إن في حاجة اسمها بريستلسز. البريستلسز دي عبارة عن ويف ماشية في الجي آي تي. الويف ده هي جت منين؟ الويف ده هي جت يا جماعة إن في نيرف بليكسس ماشي في الجدار بتاع الجي اي تي، والامبلس بتمشي في هذا النيرف بليكسس، وطول ما هي ماشيه الويب دي في هذا النيرف بليكسس الطبيعي هتعمل بريستلس. بس سبحان الله الامبلس دي اما تيجي عند السفنكترز تقول لها اعملي ريلاكسيشن عشان الكونتنت اوف ذا جي اي تي والاكل يمشي ديستالي في اتجاه الانال كانال. طبعا مرور الامبلس ده هي
وانها تشتغل كفانكشن طبيعي، المصل تعمل بريستالسيس وعند السفنكتر تعمل ريلاكسيشن، دي محتاجه خلايا في النيرف بليكسس تكون سليمه اسمها جانجليون سيلز. للاسف بقى الطفل ده هو يا جماعه طفل مولود طبيعي خالص، وهتبان عليه على الاسبوع كده هو من 2 ل 4 اسابيع غالبا ان في immaturity of ganglion cells في المنطقه ده هي، والامبلس بتيجي هنا هو، بس الامبلس ده هي للاسف بقى البايروريك سفنكتر فاشله انها تعمل ريلاكسيشن او بتتاخر في الريلاكسيشن، فبقى في some sort of GIT obstruction هو في نهاية الاستومك، اللي هي خد بالك على فكرة بداية السمول انتستن. نبص لها يا جماعة الاماتيورتي اوف جانجليون سيلز دي بقى ناتج عنها ان البيوريك سفنكتر دي مش راضية تفتح، مش راضية تعمل ريلاكسيشن او بتتأخر، فللأسف بقى الجزء اللي هي بروكسيمال للسفنكتر زي ما احنا عارفين الاستومك بتكون من فاندس بادي وبايروريك ريجون. البايروريك ريجون دي فيها الحته الواسعه دي اللي اسمها بايروريك انترام، يعني الصاله بتاعتنا، انترام يعني صاله، وممر التهوان ضيق قوي اسمه بايروريك كانال، ثم البايروريك سفنكتر. فالسفنكتر دي اما فشلت انها تعمل ريلاكسيشن، السيركولار ماسل لاير اللي في البايروريك كانال اللي اوريدي اليوم بتاعها ضيق، ده في خلية ربنا العادية. نبص لها يا جماعة الماسل لاير اللي في منطقة البايروريك كانال هتاخدها عافية وتحاول تعمل هايبرتروفي وهايبر بريستالسيز عشان نعدي الأكل بالعافية. نتج عن ذلك إن زي بالظبط الدبة اللي قتلت ابنها. زي الدبة اللي قتلت ابنها، لقت ابنها عليه دبانة فعايز تقتل دماغها، راحت ضربها بطوبة مثلا. فنفس الحكايه انا هو ده بقى هنيجي عايزين ايه نعدي الاكل بالعافيه، فحصل هايبرتروفي في السيركولار ماسل لاير في منطقه البايروريك كانال. لا فنتج عن ذلك ان الهايبرتروفي ده هو عمل فيري سيفير ناروينج في البايروريك كانال، وفي الاخر ممكن يسدها لك خلاص البايروريك كانال ده هي. الهايبرتروفي اللي حصل في السيركولار ماسل لاير في منطقه البايروريك كانال ده هو ده بيقل جراديولي كل ما طلعت لفوق. الرسمه دي مش اكوريت قوي، هي بتقل كده هو الجراديوال المفروض كل ما ايه مطلع لفوق لمنطقه البايلوريك انترام. و تبص تلاقي الهايبرتروفي في مصر لير ده عمل بلج جوه الديودنم، فبقى منظره هنا هو كده هو في الخندق ده اللي هو شبه ايه يا ربي، شبه بالظبط السيرفكس وهو عامل بلج جوه الفاجينا، والحته دي اسمها الفورنكس. بس الفورنكس المره دي بقى دلوقتي موجوده فين؟ في الديودينم، فيتقال لها ديودينال فورنكس. فالهايبرتروفي اوف ماسل لاير عمل بلج جوه الديودينم، فنتج عن ذلك خندق حوالين الماسل لاير دي، الخندق ده اللي اسمه ديودينال فورنكس. نبص نلاقي الاستومك فوقينا هيحصل فيها ايه؟ الاستومك ما بقول لك واخدها في الاول عافيه، فيحصل هايبرتروفي وسيكنينج في السيركولار ماسل لاير وفي الوول اوف ذا ستومك. بس بعد كده هو هنصاب بحالات فيلير، وتبص تلاقي الاستومك بقى اتملت بالكونتنت وبقت ماركتلي دايليتد ومتحوش فيها اللبن اللي بيش ايه اللي بياخده الطفل ده هو. الانتستن ما اذا كان ما فيش حاجه بتعدي من البايروريك سفنكتر، وطبعا بيعدي الحكايه دي كرونيك ما بتحصلش في يوم وليله، فتبص تلاقي في الاول في شويه اكل اه بيعدي بس بيقل، والاسفائيه والاوبستراكشن بيزيد، واللبن اللي بيعدي بيقل كل شويه بيقل، فتبص تلاقي الاستومك ده هي ما دام ما بتعديش اكل السمول انتستن جراديوال السمول انتستن نورمال، بس السمول انتستن نورمال دي هتبص تلاقيها بقت امتي وكولابسد بعد شويه وما بيوصلهاش اكل. وطبعا ده اكيد السمول انتستن ده، وبعد كده اللارج انتستن ما بيوصلهاش حاجه، ده هينعكس على الباول هابت اكيد بتاعه الطفل ده هو، وهيكون عنده مليون في الميه في الكلينيكال بيكشر بروجريسيف كونستيبيشن. العيان ده هو يا ترى ايه الكومبليكيشن بتاعته؟
طبعا في بريستالسيس بتحاول بالعافيه تعدي الاكل اجينست الاوبستراكشن. في الاول هي بتنجح انها تعدي الاكل بالعافيه، بس في وقت من الاوقات بقى ما الاوبستراكشن يزيد بعد مده، هتبص تلاقي الهايبر بريستالسيس فاشله في انها تعدي الاكل نورمالي لتحت، لكن الانتي بريستالسيس القويه قادرة تاخد الأكل على فوق. فالعيان ده المين بريزنتيشن بتاعه ريبيتد فوميتك نتيجة الأنتي بريستالس. وطبعا زي ما خدنا زمان في البايريك ستينوزيس ككومبليكيشن للبيبتيك ألسر، العيان ده نتيجة الريبيتد فوميتنج بيفقد إيه؟ بيفقد الـ HCL بتاع الستومك، فيجيله ميتابوليك ألكالوزيس. والالكالوز ده على فكره لو زاد عن حده كنا اتفقنا ان هو بيرسب الكالسيوم وقد يسبب تيتاني. في الترجيع اللي احنا بنرجعه ده بنرجع الكترولايتس صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم، فالعند هيجي له هايبوناتريميا وهايبوكاليميا وهايبوكالسيميا. العيان ده هو من كتر الترجيع بقى بيفقد الفلويدز، هيجي له سيفير دي هايدريشن. الحكايه دي لو استمرت طبعا لمده كبيره والام اهملت وما لقيتش وما رجعتش للدكتور بسرعه، اكيد نتيجه ان الطفل دون ما بينزلش الاكل بتاع الانتستين وما فيش امتصاص للاكل وما فيش نيوتريشن بتمتص، اكيد هيجي له انيميا اند لوس اوف ويت. زي ما خدنا قبل كده طول عمرنا، اي ترجيع في اي حته في المنهج ممكن البومتاس دون يبقى انهيلد جوه الريسبيراتوري باسج ويجيب لك respiratory complications. العيان ده هو يا ترى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته؟ العيان ده هو بيتولد طبيعي خالص وغالبا ما فيهوش اي حاجه، وعلى حين فجاه بعد اسبوعين اربع اسابيع كده هو، وممكن الحكايه تطول ممكن بعد 8 اسابيع و16 اسبوع، تبص تلاقي الطفل ده هو ابتدى يرجع. Vomiting is the main symptom والmost prominent feature. والترجيع ده ما بيكونش مرة، ده بيكون repeated. دايما لما واحد بيرجع بنسأل على طول هو لونه أخضر ولا لأ؟ طبعا ده never إن هو يكون لونه أخضر، لأن احنا عارفين من زمان من الجي اي تي لو أخضر يبقى ده الvomitus ده جاي من الديودينم زي حالات الديودينال أتريزيا. لكن لما يكون obstruction above the level of the ambulla of water طبعا ده never bile stained، لان بيني وبينك البايل لو هيعدي للاستومك عشان يطرش، طب ما كان الاكل عدى من فوق لتحت وما كانش بقى فيه pyloric stenosis. فطبعا ده برضو من خاصية من الخواص المهمة ان هو never ان هو يكون لونه اخضر. تبص تلاقي ريحة وحشة قوي. ايه ريحة وحشة قوي ده؟ وانا لو الطفل كان كبر شوية مثلا وابتدينا نديله سيريلاك وبتاع، تقول لك ده السيريلاك ده يا دكتور ده انا مديهوله بقالي مثلا اول امبارح، بقاله يومين ومرجعه النهارده وريحته وحشه. ما طبعا يا جماعه الاكل وقف بقاله يومين في المعده، وزي ما انتم عارفين اي ستيز على طول تساوي انفكشن، على طول في فيرمنتيشن في الاكل ده هو، واللي مرجعه ده طبعا هيكون ريحته زي الزفت. الطفل ده هو بيبكي باستمرار وبالذات بعد الفوميتنج. ليه بيبكي؟ طبعا هو بيبكي باستمرار عشان حكاية الهايبر بريستالسيس دي اللي بتحاول تعدي الأكل بالعافية، ده كوليكي بين. فالطفل ده هو قاعد يعيط 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 باستمرار من الكوليكي بين، وحيرجع. بعد ما رجع والفوميتنج بيبقى بروجكتايل فوميتنج عشان نتيجة أنتي بريستالسيس، الواد ده بيعيط قوي 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 لأن معدته فاضية وجعان. فالواد ده قاعد بيعيط 24 ساعة، يا من المغص يا من الجوع اللي هو فيه. الطفل ده هو زي ما اتفقنا مادام ما فيش أكل بينزل انتستين يبقى عنده بروجريسيف كونستيبيشن، والبراز بتاعه مميز قوي، ناشف وصغير كده هو، حتة براز صغيرة وناشف قوي. ايه حتة البراز الصغيرة الناشفة او شبه ايه دي؟ شبه البراز بتاع الارانب رابت السولي. طبعا مدام العيان ده عنده ديهايدريشن يبقى بيتبول كويس ولا لا؟
يا عم ده دي هايدريشن ومفيش فلويد، عايزين نحرص على الفلويد اللي في جسمنا، وبالتالي عنده ديكريزنج يورينيشن وميكتوريشن باستمرار، البول قاعد بيقل 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 بيقل. ما تنساش طبعا العيان ده ممكن الام تجيبه لك باي كومبليكيشن زي لوس اوف ويت، انيميا، ودي فيتشر. لو اي طفل من غير لوس اوف ويت ومن غير انيميا ما تشخصوش انا على انه كونجنتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوزيس، دي حاجه تانية، لان الحكايه دي قلت لك كرونيك وبتقعد اسابيع. لكن تلاقي واحد كده تخين وعجل وبتاعه مبقلص، دي استحاله تكون كونجنتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوزيس. والعيان ده هو انا اكيد عنده دي هايدريشن، وافحص صدره كويس قوي، ممكن يكون عنده ريسبيراتوري كومبليكيشن اللي لازم تتصلح قبل العمليه. الحاجه الدياجنوستيك بقى الكاركترستيك اللي تخليك تشخص وحتى ما تلجاش بعد كده للانفستيجيشنز، حاسس على بطن الواد ده كويس، حاسس على بطن العيان ده كويس، هنا جاست فوق عند ليفل اوف L1 جاست يمين الميدل لاين، حاسس كويس قوي، احتمال تلاقي نفسك ماسك زيتونه، ماس فيرم اوليف شيب. ايه الماس الاوليف شيب اللي انت ماسكها دي؟ انت ماسك الحته التخينه من المعده، ماسك الهايبرتروفي اوف ماسلز، عامله سويلنج زي الزيتونه اهي، وانا حاسسها. دي دياجنوستيك وموجوده في 90% من الاطفال، بتكون عند L1 جاست تو ذا رايت سايد اوف ذا ميدل لاين. اشمعنى؟ ما هو ده السيرفس اناتومي اوف ذا بايلوريك سفنكتر اند بايلوريك كانال. لا الولد ده هو واحنا طبعا بنفحصه جاست باي انسبكشن، ايه البلج ده اللي في الايبيجاستريك ريجن؟ طبعا دي دايليتد ديستندد ستومك، ففي ايبيجاستريك فولنس، وانا بتفرج عليها ممكن الاقيها كمان بتلعب، فيها فيزابل بريستالسيس. فيزابل بريستالسيس دي معناها ان في ميكانيكال اوبستراكشن، في ميكانيكال اوبستراكشن في الجي اي تي، قد يكون بايروريك ستينوزيس لو في الزيتونه، ولو ما فيش زيتونه قد تكون بقى اي حاجه تانيه الصراحه، قد تكون انسان اوبستراكشن بس الليفل بقى تحتيها زي ديودينال اتريزيا مثلا، جيوجينال اتريزيا، فولفلاس نيناتورا، انت السسبشن، اي حاجه. فنوادر يعني الام ممكن تقول لك الواد ده من جاب دم من بقه يا دكتور، هيماتيمسيس، ودي بتكون نتيجه بقى استيزس وانفكشن في المعده، جاب لك جاسترايتس او اوسوفاجيتس، ونتيجه الجاسترايتس والاوسوفاجيتس السريشن في الاستومك او الاوسوفاجس، راحت جايبه لك دم، بس دي نادره 10% من الحالات. في حكمه بقى بتقول لك اي نيوري بورن عنده بروجكتايل فوميتنج، طالع باندفاع فظيع زي الطفل ده هو كده اهو، نبص نلاقي الطفل ده هو عنده ريبيتد بروجكتايل فوميتنج نون بايل ستيند، والطفل ده بيعيط 24 ساعة، وانت فاهم طبعا بيعيط ليه، يا من الهانجر يا من ال ايه البريستلس، عامله له مغص، والستول بتاعه زي ما احنا اتفقنا عامل زي الارانب كده هو. دي شود بي كونسيدرد اس شيبس اللي هي كونجنيتال هايبرتروفيك بايروريك ستينوزيس انتل بروفد اذروايز. العيان ده هو يا ترى ايه الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه؟ الديفرنشال دياجنوزيس بتاع العيان ده هو طبعا اذر كوزز اوف فوميتنج ان نيولي بورن، طبعا لا يخفى القمر جاسترونترايتس، او ممكن اوفر فيدنج، الام قاعده بترضع في الواد ترضع في الواد ترضع في الواد لحد ما الواد ده هو الاستومك بتاعته اتملت على الاخر، وراح مرجع ريجارجيتيشن او فوميتنج. طبعا اذر كوزز اوف انتستينال اوبستراكشن ان نيولي بورن زي ديودينال اتريزيا او ديودينال ستينوزيس او بايروروس باز انترال ويب فولفلاس نيناتورون انت السسبشن، او قد تكون الحكايه اخطر كمان من كده بكتير، فوميتنج نتيجه انكريز انتراكرينال تنشن اثناء الولاده، الواد ده جاله انتراكرينال هيموريدج كتروما من الولاده. انفستيجيشنز طبعا البلاد كيمستري هتبين لك الهايبوكلوراميك هايبوناتريميك هايبوكاليميك الكالوزيس. الالكالوز دي بتيجي اتفقنا من زمان بتيجي كتير قوي،
والعيان ده لو ركبت له جاستريك تيوب وشفط، هتشفط كمية فلويد كبيرة. عمري ما هلجأ أبدا للإيمجينج ألترا ساوند أو باريوم ميل أو حتى برين إكس راي إلا إذا كانت الزيتونة مش محسوسة، لأن الزيتونة لو محسوسة خلاص عليك على كده على طول إنها كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز. لكن لو الزيتونة بقى مش محسوسة عايز أتأكد، فأتأكد أحسن أشعة ألترا ساوند. ألترا ساوند هتبين لك بقى المنطقة أهي، شوف مبين لك دي اللي فوق دي الدايليتد ستومك، ودي منطقة البايلوريك كانال. البايلوريك كانال طويلة قوي، طبعا طويلة قوي من كتر الهايبرتروفي اوف ماسلز، فطولها اكتر من 16 مللي، وتخن المصل هنا اكتر من 4 مللي. دي دياجنوستيك، وحتى باين في الصورة الحلوة دي البلج بتاع المصل لير انتو ذا ديودينم، والحفرة دي اهي اللي حوالين المصل لير اللي هي الديودينال فورنيكس. العيان ده هو ان يهمك قوي فيه ان الاستومك طبعا اكيد above the obstruction dilated، ممكن تكون باينه dilated حتى في بلين اكس راي مليانه هواء dilated بالمنظر ده في طفل لسه صغير. طبعا واضح الفيرتبري دي بتاعت طفل لسه نيولي بورن، والاستومك dilated ده هي حتى في البلين اكس راي او بالباريام بقى ميل. صح الباريام ميل نادر قوي قوي ان احنا نلجأ لها دلوقتي، لأني بيني وبينك ما دام شخص بقى ان في اوبستراكشن المفروض الناسنج يستيكن اورال، فباريام ميل يعني ما بنحتاجهاش، ونحن ما فيش داعي نحتاجها، والعيان عارفين ان عنده اوبستراكشن ففيش داعي. بس يعني لو عملنا باريام ميل هتبين لك ايه؟ يعني اول حاجه هيبان لك ان الاستومك كده هو كده باخدهم من فوق لتحت، ممكن تشوف الهايبر بريستالسيس. الهايبر بريستالسيس ده هي قال لك دي شبه ايه بالظبط؟ قال لك دي كاتربيلر ساين. ايه هو الكاتربيلر دون اللي هي الاخت دي اللي بيقولوا عليها اليرقات بتاعت الحشرات دي، ولا اليرقة ولا الدودة دي في الحركة بتاعتها نتيجة الهايبر بريستالسيز. شايف على السكرين الطفل ده هون، وعلى السكرين وشايف الاستومك بتاعته وهي بتتحرك وفيها هايبر بريستاس طبعا نتيجة الاوبستراكشن، وشايف طبعا كمان الدايلاتيشن. وانزل لتحت شوية هتبص تلاقي الكتف. ايه الكتف دون؟ ادي الباريام وادي الكتف اهو، الاوبستراكشن حصل فجأة، باين لك اهو البايلوريك انترم والمنطقة دي اتسدت فجأة كده هو من حتة واسعة لحته ضيقه زي المنطقه بتاعت كتفك دي والحركه بتاعتها، دي اسمها شولدر ساين. والبايلوريك كانال يعني لسه الحكايه مش شديده قوي، يعني قادره تعدي برضو شويه باريوم يعني، بس واضح قوي ان منطقه البايلوريك كانال ضيقه قوي، ده زي خيط من الباريوم هو اللي معدي، وعشان خيط من الباريوم هو اللي معدي دي بيتقال عليها سترينج ساين. فمن فوق لتحت في الكاتربيلر ساين، البريستالسيس، الدايليتد ستومك، الكتف دون، وبعدين السترنج. طب السترنج دي الحته الضيقه، بعد كده بقى دخل الباريام على الحته العاديه الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، باين لك عادي هو واسع وحلو قوي. فما يكون البايلوريك كانال ضيق قوي كده هو، وبعدين ديودينم عادي كده واسع هو حلو، دي يبقى شبه ايه ديان؟ شبه الاخ دون المشروم زي اللي عندكم ده اللي انتوا بتطبخوا بيه وبتاع. بس انا عجبتني المشروم النوع، طبعا المشروم ده انواع كتير قوي، النوع اللي الراس بتاعته حمراء اهي كده هو حلوه دي كده، طبعا احنا اللي عندنا في البيت بيبقى ابيض، والستيم بتاعه ده ابيض، فده شبه المشروم. العيان ده هو ان ساعات تلاقي في عنده دبل او تريبل تراك ساين، معدي عنده هنا هو خطين ثلاثة باريوم. ايه الخطين ثلاثة باريوم اللي معديين هنا هو؟ دي حالة اشد من السترينج يا جماعة، يعني السترينج دي يعني بايلوريك كانال ضيقة بس في باريوم يعرف يعدي، لان انت تلاقي فيه كده هو اتنين تراك او ثلاثة تراك معديين، دي مرحلة اشد. ده كده يا جماعة هم الاتنين تراك دول مثلا،
ده معناها ان اليومن تقريبا اتسد تماما، يعني اليومن ما بيعديش. امال ايه الابيض اللي معدي دوا؟ ده الابيض اللي معدي دوا معدي ما بين الميوكوزال فولز، يعني اليومن مسدود تماما لكن قادرين نعدي كده ما بين الميوكوزال فولز، فواحد او اتنين او تلاتة كده ما بين الميوكوزال فولز شوية باريم يعرفوا يعدوا، فدي اسمها دبل او تريبل تراك ساين. ويبقى دي يا جماعة الفايندينج في البلين اكس راي او الباريم ميل. لان زي ما قلت لك الباريم في البلين اكس راي ممكن يبان لك حاجات زي الباريم ميل زي اللي مليانة هوا دي، وشايف هايبر بريستالسيز والكاتربيلر ساين ده، فتبان برضه في البلين اكس راي. العين ده التريتمنت بتاعه ايه؟ طبعا دي ما فيهاش هزار، ده ميكانيكال جي اي تي اوبستراكشن ملوش غير جراحه بس بعد رابد بري اوبريتيف بريباريشن في ظرف كده، هو مثلا 10 12 ساعه نكون محضرين الواد وداخلين بيه على طول اوضه العمليات. الواد ده هو طبعا لازم نصلح على طول بسرعه الفلويد والالكترولايت امبالانس عنده بانترافينس فلويد، ركب له جاستريك تيوب وشفط باستمرار كل البلاوي اللي جوه، واغسل المعده احقن فيها فلويد وشفطه، وبرضو رابيد بريباريشن للريسبيراتوري باسج، ونبتدي نعالج الريسبيراتوري كومبليكيشنز اللي عنده بسرعه. بعد كام ساعه بقى كده، وانا اول ما الطفل يبقى يستحمل عمليه خده على اوضه العمليات، و حاجة من اتنين. طبعا دلوقتي بتعمل العملية دي سهل جدا بالمنظار، فطبعا طبعا ممكن نعمل لابروسكوبيك اوبريشن، لابروسكوبيك ابروتش، او اشهر عملية في الدنيا بقى للواد ده هون وسهلة قوي بتوع جراحة الاطفال بيعملوها بمنتهى السلاسة في النيابة بتاعتهم، ان هم يروحوا عاملين ترانسفيرس انسيجن عند الليفل اوف L1 جاست تو ذا رايت سايد اوف ذا ميدل لاين في الابر رايت كوادرانت اهو. دي اسمها رامش تيدز اوبريشن، احفظ الاسم ده عشان مهم جدا 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 وبيجي في الام سي كيو، رامش تيدز، لان ده الماني، ده بيروح فاتح الانسيجن ترانسفيرس زي ما اتفقنا عند السيرفس اناتومي في الرايت ابر كوادرانت عند الليفل اوف L1 تو ذا رايت سايد اوف ذا ميدل لاين، يفتح يلاقي الاخ ده في وشه على طول الزيتونه، يمسك الزيتونه في ايديه ويروح عامل انسيجن في الماسل لاير، يبقى اسمها ايه ديا؟ انسيجن اوتومي، والانسيجن دي في الماسل لاير تبقى مايوتومي، ودي انهي ماسل لاير؟ بتاعت البايلورس، تبقى اسمها بايلورو مايوتومي. بيتعمل يا اما بالانسيجن ده تبقى رامشتيدز او تتعمل بالمنظار. الحاجه بقى اللي تاخد بالك منها، انت قطعت الماسل لاير بس، شايفين ان عندي بالمنظار باينه حلوه قوي، انا قطعت اول ماسل لاير بس، ايه السليمه اللي جوه دي؟ الميوكوزا، فانا بقطع في كل اللاير واروح واقف في السب ميوكوزا، والميوكوزا ده هي السليمه وزي الفل. ابقى انا كده هو فتحت منطقه البايروريك كانال، كل ما يجي يعدي الاكل والبريشر يزيد في اليومن الانسيجن بيتفتح، والميوكوزا بتعلى كده هو وتفتح زي الباراشوت يعدي الاكل في سلام، ويبقى عملنا ريليفنج للاوبستراكشن ويا دار ما دخلك شر. ماشي. طبعا في طلبه كتير جدا هتقول لك طب ودلوقتي الجدار بتاع الحته دي بقى واقف بس على الميوكوزا؟ عادي جدا، الميوكوزا ده هي ممكن تستحمل عادي جدا وتعيش بيها زي الفل، بس بيني وبينك هي الصراحة يعني بعد مدة العيان ده هو بتبص تلاقي الانسجن اللي انت كنت عامله ده بيلم حوالين الميوكوزا بس على الواسع بقى، فبمرور الوقت كده هو بعد عدة سنوات لو انت جيت فتحت العيان ده هو هتبص تلاقي الاناتومي بقى عادي، والحته دي قفلت على الميكوزا بس على الواسع ومن غير اي اوبستراكشن ويا ضربه داخلك شر. وعلى فكره كمان الكلام ده بترجع كل حاجه نورمال، لان بيني وبينك within few weeks الاماتيوريتي اوف جانجليون سيلز دي
دي بيكون خلاص حصل لها ماتوريتي وبقت طبيعية، وهيرجع الفسيولوجي طبيعي، ولو الحتة دي قفلت هيمشي الفسيولوجي كومبليت ونورمال بعد كده. Thank you for good listening و good luck لدفعة 2021، وكان نفسي أكمل معاكم وأشرح لكم ال differential diagnosis. بس ال differential diagnosis صراحة أنا حتى لما جيت أبتدي فيه لقيت الحكاية أصعب مما أتصور، هيحتاج مجهود فظيع، مينيمم مثلا يعني حاجة بتاع ده عايز شغل لشهرين ثلاثة عشان يطلع زي ما أنا بفكر فيه وزي ما أنا عايز وكله بالصور والحاجات ده، هي لان انتوا ما تعرفوش، عشان يعني هي التعب الفظيع كله بيكون في ان انا اعمل برزنتيشن ده هو والف موضوع الجراحه ده هو ومن مختلف الكتب ومن الانترنت واجيب لكم الصور ده هي، فممكن كل حاجه مثلا الموضوع من دول بياخد له اسبوع شغل وكل يوم 7-8 ساعات. فالصراحه يعني زي ما بقول لك، هي البرزنتيشن نفسها هي المجهود كله، مش الشرح اللي انا بشرحه، يعني الشرح ده يمكن ما يجيش 10% من المجهود والتسجيل. عشان كده هو بيني وبينكم ما تزعلوش اما تلاقوني بنزل بعد كده هو فيديوهات اناتومي. ليه بقى؟ لان انا البرزنتيشن بتاع الاناتومي ده ثابت، الاورجن بتاع المصل هي هي والانسرشن بتاع المصل هي هي وما بتتغيرش، فعشان كده هو ما دام البرزنتيشن ثابت هيبقى التسجيل سهل. فممكن كده كل يوم يعني بعد ما ارجع بقى من العلاج الطبيعي او من النادي او من التمشيه اللي انا بتمشاها او الحاجات دي، ابقى اعمل لي فيديو او اتنين للطلبة ايه بتوع الاناتومي، لان الاناتومي ثابت ومش محتاج برزنتيشن، والصور بتاعته انا محضرها من زمان يعني موجودة وكل حاجة موجودة، مش هعمل لها حاجة غير بس ان انا كل يوم اقعد نص ساعة ولا ساعة اعمل اناتومي. وجود لك ان شاء الله، وربنا يوفقكم، وان شاء الله كده نسمع عنكم ان انتوا طلعتوا من الاوائل باذن الله، ويا ريت كده هون في الكومنتات تبقوا تطمنوني بعد النتيجة كده هون وتقولوا لي عملتوا ايه، وربنا يوفقكم إن شاء الله. Good luck.